يسعد صباحك نرمين. صباح الخير رشا، كيفك؟ انا كثير منيحه وانتي؟ تمام الحمد لله. يومك حلو يا نرمين، وصباح الخير لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. تصبيحاتنا لكم وتمنياتنا لكم بهذا النهار يحمل معه كل الخير، الصحه والانفراج والرزقه الكريمه. وصباح الخير لكل الكادر يلي مرافقنا بصباحنا لليوم. يسعد صباحك رشا، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد ونهار جديد، مع كل يوم بيتجدد الأمل بالانفراج وأنه اليوم يكون أفضل. ظروف الحياة عم تكون يوم بعد يوم صعبة، صحيح. وحتى عم تخلي خياراتنا تكون أصعب. ممكن هذا الشيء يعني رشا بيعرضنا أحيانا للإحباط للمخاطر. بدنا نتمنى الأيام الجاية تكون أفضل على كل الناس وخصوصاً على كل السوريين. فقراتنا لليوم وضيوفنا من مجالات مختلفة ورح نبلش نتعرف عليهم تباعاً، ولكن خلونا نروح في لفاصل أغنية وبنرجع. خلونا قبل ما نروح بفقراتنا ومساحاتنا لليوم نكون بحكاية يومنا، نشوف أهم الأحداث اللي تسجلت بمثل هذا اليوم. يوم تتولد أحداث جديدة وبتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 24 أيلول، خلونا نتعرف على أبرز هاي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1852 أول سفينة هوائية تدار بواسطة محرك بخاري تتمكن من السفر 27 كيلومترا من باريس إلى تراب. بعام 1957 افتتاح ملعب كامب نو في برشلونة. بعام 1987 سوريا تفوز على فرنسا في المباراة النهائية في كرة القدم بالدورة ألعاب البحر المتوسط التي جرت في اللاذقية. هاليوم شهد على ولادة عدد من الشخصيات يلي كان إلها بصمة مميزة. بعام 1905 سيفيرو أوتشوا عالم كيمياء حيوي إسباني وحاصل على جائزة نوبل في الطب بعام 1959. وأيضاً شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات. بعام 1997 محمد سلمان ممثل ومخرج لبناني. ومعلومات كثيرة ومتنوعة منتعرف عليها ضمن هل تعلم. هل تعلم أن البقاء في المنزل وعدم الخروج وقلة الحركة يعتبر المسبب الرئيسي للأمراض سواء النفسية أو العقلية والجسدية؟ فالعلماء يرون أن الإنسان لكي يضمن سلامته الصحية يحتاج للخروج من المنزل بشكل دوري، إما مع الأصدقاء أو لوحده في نزهة. هل تعلم أن أكثر صديق أخلاقي هو من يقدم لك المساعدة ويمنحك ما تريده؟ دون أن ينتظر منك شيئاً ولا يطمح في أن تجازيه لاحقاً بأي شكل، بحيث يكون عطاؤه الهدف الوحيد منه هو المساعدة. هذا التصرف يعبر عن درجة أخلاقية عالية ولا يمارس إلا بين الأصدقاء الحقيقيين. هل تعلم أن علم النفس يقول لكي تنجح عليك القبول بما حدث لك في الماضي بدون ندم، والقبول أيضاً بالحاضر بكل ثقة ومواجهة المستقبل بلا خوف، لأن أي تأثير نفسي سلبي تكتسبه من التفكير الخاطئ في الماضي والحاضر والمستقبل تنعكس عواقبه في الفشل وعدم النجاح مباشرة. وأخيراً هل تعلم أن الطالب إذا راجع دروسه بصوت مسموع ومرتفع فأنه سيتمكن من حفظ المعلومات في الذاكرة بشكل أسرع 5 مرات مقارنة عما إذا كان يقرأ بصمت؟ لذلك ينصح الخبراء مع قرب موسم الامتحانات بالقراءة بصوت أعلى بدلا من النظر إلى الكتاب. وبأول تقاريرنا حنروح لفندق عمر الخيام، حيث أقام اتحاد الكتاب العرب حفل تكريم للروائيين الفائزين بجائزة توتل للإبداع لعام 2022. تفاصيل أكثر ضمن التقرير.
ورح نبدأ أولى مساحاتنا الصباحية لليوم، ورح تكون مع الفقرة الطبية، ورح نحكي عن مرض السكري من النمط الثاني، حيث يعتبر داء السكري من النمط الثاني من الأمراض الأساسية التي تؤثر على تنظيم حركة السكر وحدوث الاضطرابات والاختلاطات بالدورة الدموية وأيضا الجهاز العصبي والمناعي. الحديث أكثر عن الأسباب وتطور الحالة والعلاج وكثير من الاستفسارات بيسعدنا نطرحها اليوم على الدكتور عاصم قبطان، وهو أستاذ في علوم الجراحة. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن السكر من النمط الثاني، خلينا اليوم نعرفه بشكل علمي أكثر، وهو اليوم شو بيفرق عن النمط الأول؟ أول شيء شكرا على اللقاء. أهلا وسهلا بحضرتك. ثانيا بالنسبة لداء السكر، هو ليس مو الثاني، لأنه في عندنا داء السكر الأول. داء السكر الأول أو المتعارف عليه بشكل عام أنه داء السكر الشبابي أو عند الأطفال بيصير كمان، وهو ينتج عن نقص في إفراز هرمون الأنسولين المسؤول عن استقلاب السكر في الكبد. هذا النقص ينتج إما عن غياب خلقي، يعني بيكون غدة البنكرياس لا تفرز كميات كافية أو لا تفرز على الإطلاق إنسولين لهضم السكر أو استقلاب السكر، أو بسبب مناعي. في كلا الحالين، في كلا الحالين فهو يعني يأتي باكرا، يأتي باكرا ويكتشف باكرا. ممكن يكون خلقي دكتور؟ شلون؟ يخلق مع الشخص؟ إيه، عمل لك يأتي، عمل لك يأتي باكرا، أو هو طبعا بيكون هو جذوره خلقية. السكر الثاني يختلف تماما، يسمى السكر المقاوم للإنسولين. يعني شو يعني مقاوم للإنسولين؟ يعني غدة البنكرياس لدى مريض الداء السكري من النموذج الثاني هي غدة صالحة، غالبا ما فيها مشاكل، إلا أنه الإنسولين الذي يفرز من هذه الغدة لاستقلاب السكر يمنع من القيام بوظائفه الاستقلابية عند وصوله إلى الكبد، لأنه استقلاب السكر يتم في غدة الكبد. ففي بالكبد في شيء اسمه مستقبلات، هالمستقبلات الإنسولين هي اللي بتسمح للإنسولين أنه يدخل ويدخل ذرة السكر على الخلية الكبدية لكي تتحول إلى الخزان الأساسي في الكبد كالجلايكوجين، يعني هذا سكر آخر، هو سكر كما بيقولوا التخزين. هل المستقبلات هاي في حالة السكر الثاني المقاوم للإنسولين لا تعمل؟ لماذا لا تعمل؟ لأنه في عليها كوابح. هالكوابح العلوم أظهرتها وأصبح بالآن ومن يعني سابقاً، هلأ السكر صار له حوالي 100 سنة قيد المعالجة، ولكن بسموه بالطرق المحافظة. ماذا تعني كلمة الطرق المحافظة؟ الطرق المحافظة يعني عن طريق الأدوية، سواء كانت الفموية أو عن طريق الحقن. فهي تبدأ بالأدوية الفموية وتنتقل بالنتيجة إلى الأدوية تحت الجلد أو كذا، هي بسموها اللي هو الإنسولين عادة. دكتور، كونه نحن مركزين بفقرتنا على السكر من النمط الثاني أو داء السكر من النمط الثاني، ذكرت حضرتك معلومة مهمة أنه العامل الأساسي هو مقاومة الأنسولين. وبالفقرة الطبية خلال الحلقات الماضية كتير كانوا أطباء التغذية عم يحكوا عن هذا المصطلح وكتير دارج، هو مقاومة الأنسولين للأشخاص. ففينا نعتبر هو أحد العوامل الأساسية والمهيئة، يعني الأشخاص اللي عندهم مقاومة الأنسولين، نحن بعالم التغذية بنقول مثلا بيخزنوا سكريات أو دهون يمكن، أو ما بيحرق جسمهم بعالم التغذية. إذا ننتقل اليوم معناتها هي الحالة ممكن تودينا لقصة مرض ثاني وهو أخطر، داء السكر الثاني. نحكي أيضا عن عوامل ثانية ممكن تكون مهيئة. هو داء السكر الثاني هو أصلا هو عبارة عن سكر مقاوم للأنسولين. ما في شيء اسمه داء سكر ثاني غير مقاوم للأنسولين. تمام. وبالتالي الموضوع التغذية ما هو مرتبط مباشرة إلا من إلى بحدود دنيا، أنه تخفيف الوارد من السكريات والنشويات التي يمكن أن ترفع مستوى
سكر الدم في الدوران الدموي. هنا عندنا نحن أنواع أخرى من السكر، في السكر الحملي، في السكر اللي له علاقة بالغدة النخامية، في أنواع كثيرة من السكر، ولكن هن الأساس هن نوعين، لأنه المعالجة تختلف ما بين سكر الأول اللي هي تعتمد حصرا على الإنسولين، ولكن مؤخرا صار في عنا أمل ووعد بأنه نستطيع أن نقدم خدمة حتى لمريض السكري من النوع الأول من خلال ما يسمى زرع الخلايا الجذعية stem cells، اللي هي أخذ خلايا جنينية وزرعها ضمن غدة البنكرياس بشكل أنه يمكن أن تتطور إلى الخلايا المفرزة للإنسولين. هاي السكر الأول. أما السكر الثاني معالجته هو ما علاقة بالبنكرياس، بيات الإصابة، نعمل اختبارات وظائف غدة البنكرياس، بنلاقي أنه مستوى الإنسولين عادي، أو أصلا الإنسولين لا يفرز كإنسولين من غدة البنكرياس، يفرز كما قبل الإنسولين أو بسموه برو إنسولين، اللي هو مرتبط بهرمون آخر اسمه سي بيبتايد. ليه؟ حتى ما بالدوران يضيع. فهو لما بيروح على الكبد هون خلايا الكبد بتفك هالارتباط ما بين سي بيبتايد وما بين الانسولين، يعني مثل ما قلنا احنا ما قبل الانسولين، فشو بصير عندنا؟ بصير عندنا الانسولين حر بس وين؟ على ابواب الكبد تماما، وبالتالي بيقوم بوظيفته. طيب حكيم، ذكرت حضرتك وهي بشرة سارة يعني اليوم لكل الأشخاص اللي بيعانوا من هذه المرض، إنه في وعود لحتى نحن اليوم نصل لموضوع الجراحة. نحن حكينا حل جراحي، نعم، حتكون قريبة هاي القصص أو لا بالنسبة للسكر الثاني؟ بالنسبة للسكر الثاني إيه بالنسبة له. هلأ خلينا نمهد لشغلة بالأول. داء السكر يسمى داء استقلابي، صحيح. لابد من إشارة إنه كيف اكتشف الجراحون في العالم وفي البلاد المتقدمة، يعني في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي إيطاليا وألمانيا، كيف اكتشفوا إمكانية وجود دور للجراحة لشفاء الداء السكري من النموذج الثاني؟ لاحظوا إنه لدى البدينين اللي بيكون عندهم الوزن يزيد عن الأرقام الطبيعية مثلاً بعشرين بثلاثين بأربعين كيلو عن الأرقام الطبيعية لهالسن وهالطول، عرفت شلون؟ هدول لما عم يعملوا عمليات البدانة اللي هي تصغير المعدة أو التحويلة، عم يتراجع السكر عندهم، مو بس السكر، السكر والضغط الشرياني. معناتها هذه الدراسة جديدة لأنه نحن صرنا نشوف كم دراسة هائل لا العمليات التكميم وقص المعدة. بكل أسف بدي أقول لك، الدراسة صار لها هلأ تقريبا على الأقل 20 سنة. أنا متابعها من نهايات القرن الماضي بالتسعينات لما بدأت الأمريكان ديابيتيك أسوسيشن، الجمعية الأمريكية للداء السكري، بدراسة الموضوع، وأنا كنت على تواصل وعلى متابعة معهم بهالأمور هاي، وأعلن عن اعتماد الجراحة الاستقلابية لشفاء الداء السكري من النموذج الثاني في المؤتمر الدولي العام الذي عقد في روما في عام 2007. ولكن بالنسبة لي شخصيا، وأنا كنت في بالهيئة التدريسية بجامعة دمشق قسم الجراحة، فأنا كوني متابع للأمور، فأنا كان لدي الجرأة أن أبدأ في يعني ممارسة الجراحة الاستقلابية لدى المرضى السكري من النموذج في عام 2005، يعني قبل إعلان العالمي بسنتين. هلأ توالت المؤتمرات 2007 2009 2011 2012 2014 و2016. بالبداية شو كانوا يقولوا بالمؤتمر؟ كانوا يقولوا أنه يجب تقديم خيار الجراحة كأحد الخيارات لمعالجة الداء السكري من النموذج الثاني. القرار القطعي ظهر إمتى؟ في عام 2006 في مؤتمر روما العالمي للداء السكري، حيث أقر وأعلن بشكل قاطع
أن الخيار الوحيد الذي يجب أن يمنح للمريض السكري هو الجراحة الاستقلالية. ولكن هو في نقطة كثير مهمة جدا، أنه السكر له عمر. يعني معروف لدى الأطباء، لدى زملائنا الأطباء، أنه لما يكتشف الداء السكري لدى مريض قد يكون هو مصاب بالسكر قبل 5 أو 6 أو 7 أو حتى 10 سنوات. فبهالمرحلة شو بيكون هو؟ يكون ما بيكون له، عفوا دكتور، عم يستهلك. لا، ستكون أعراض ما ظهرت. لك ما في أعراض بتكون ظاهرة له؟ هلا بقول لك بقى الأعراض. الأعراض بتكون لسه ما ظهرت، تجي شيء واقع من الواقعات، حادث صدي كذا. شو دائما بيقول المريض؟ أنا صار معي حادث أم طلع معي سكر. هو الحقيقة أنه صار معه حادث أم عملوا له فحص سكر أم طلع سكر. سكر. عرفتي شلون؟ هاي القصة. فلذلك كل ما كان التداخل الجراحي على الداء السكري الثاني لدى الكهول باكرا، يعني خلال السنوات الأولى 3 سنين 4 سنين 5 سنين لحتى 10 سنين، شلون؟ فتكون النتائج إيجابية بشدة، يعني يعود الداء السكري لأرقامه الطبيعية، يعود الضغط الشرياني لأرقامه الطبيعية، ويعود المريض إنسان عادي يتناول السكريات مثله مثل الآخرين. تمام. لما بيزداد الزمن، بيزداد الزمن هون نحن قلنا انه البنكرياس عم تفرز الانسولين، والبنكرياس بتحس انه السكر عالي تفرز انسولين، بتحس السكر عالي تفرز انسولين، ولذلك تستهلك. لذلك لما بيجينا نحن مريض صار له 15 او 20 او 25 سنة، هذا بيكون البنكرياس تبعه مستهلك. فهون بصير في نوع من التردد، وفي حسابات مخبريه نحن بنساويها لنشوف انه هو هل سيستفيد الجراحة الاستقلالية أم لا. تمام. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم مرض السكري من النمط الأول. معروف أنه هو وراثي، نمط السكري أو داء السكري من النمط الثاني، هل هو له عوامل وراثية؟ ممكن نحن نقدر نميزه بالأعراض؟ كيف ممكن يعني المريض فيه يقدر هو يميز بالأعراض ولا لا؟ بده فحوصات واختبارات دقيقة لحتى نقدر نحن نميز هذا الداء عن الأنماط الثانية. هلأ في غالبية الحالات داء السكري من النموذج الثاني هو داء وراثي في غالبية الحالات، ولكن ليست كل الحالات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في عوامل أخرى مثل مثلا البدانة. هل البدانة تعتبر وراثية؟ البدانة لما تكون وراثية هي بتكون عامل مؤهب لحدوث الداء السكري الثاني. الصدمات، الجهود، عدم الالتزام بالأغذية اللي هي ضمن الحدود اللي هي يعني لا تؤدي إلى زيادة السكر بالذات، الشرح، كل هذه الأمور هاي قد تؤدي إلى حدوث الداء السكري الثاني. دكتور، حكينا أنه هي وراثة القصة، يقال أنه هي من جهة الأم والخالات بتكون يعني بتعطي أكثر توريث للأبناء، صح الإشاعة أو لا؟ لا، مو بالضرورة الأم، ممكن الأم وممكن الأب، وأحيانا بيكونوا اثنين مشتركين، بيكون الأب والأم عندهم سكر. فبس هي عامل الوراثي موضوع موجود، وبمعنى عامل الوراثي كاستعداد، استعداد الإصابة بالداء السكري. تمام. وبين الإناث والذكور قد ايه اليوم بتفرق المعدلات نسبة السكر؟ تقريبا مو كثير كثير بتفرق. يعني إذا قلنا مثلا عند الذكور تجي 53% مقابل تكون عند الناس حوالي 47%، فهو في توازي. بس قد ايه اليوم الحالة النفسية بتلعب دور؟ يعني طبعاً دائما في ناس كثير تعرضت لصدمات قوية بحياتها سبب حدوث مرض السكر بغض النظر ان كان وراثي او لا. طبعا طبعا، هذا مثل ما قلنا نحن بيكون هو الاستعداد موجود بالاساس لدى المريض وماشي حاله هو، تجي حادثة سواء كانت رضية سواء كانت نفسية سواء كانت وفاة قريب او كذا او هو. تمام. بيتوتر. طبعا التوتر شو بيزيد؟ بيزيد بافراز الهرمونات المؤهبة بسموها الفايت اند فلايت، اللي هي النور أدرينالين، فهي بتؤدي لارتفاع السكر. يفحص المريض سكره بالصدفة، بيروح عند طبيب يقوم بيطلع معه سكر. تمام. دكتور، بالوقت القليل المتبقي خلينا نقدم نصائح أخيرة اليوم، سواء على صعيد العلاج أو حتى الوقاية أو أي نصائح ممكن تقدمها بهذا الموضوع. أهم نصيحة لازم أنا أقولها، تفضل.
أولا أنا طبيب جراح، فأنا لا أتعامل مع السكر كمعالج، أنا أتعامل مع السكر كجراح، وعلاقتي بالسكر هي علاقة جراحية. ولكن بدي أقوله أنه نحن بلد في سوريا وفي الشرق الأوسط، نحن بلد حضاري وبلد متقدم، والعلم عنا له جذور، فما بيجوز أبداً طمس الحقائق، ما بيجوز طمس الحقائق. بمعنى أنه يقال للمريض ما في خواص، ما في عندك مشكلة، أنت بدك تدبر حالك. يعني كل المفهوم العام هلا بالشارع، إذا عملنا دراسة استقصائية، كل الناس بيسمعوا بيقول ليش في جراحة للداء السكري؟ أعوذ بالله، ما في. وأحياناً حتى بعض الناس من الوسط الطبي كمان ينكروا هذه الحقيقة، علما بأننا عم نعطي حقائق علمية دامغة لجدوى المعالجة الجراحية الاستقلامية للداء السكري. عرفتي شو؟ فالنصائح أنه الكل بده يتبنى بأمانة، بأمانة المنطق العلمي، المنطق العلمي وفائدة المريض أولا، نعم، ولا شيء آخر. شكرا دكتور لكل المعلومات، وصباحك خير وصحة على طول. شكرا. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا كثير لك. أما هلأ نحن مكملين معكم، وقبل ما نروح لفقرتنا الثانية ضمن صباحنا غير اليوم، هروح لموجز مع زميلتنا بشرة. صباح الخير يا بشرة. صباح الخير رشا ونرمين. موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. ارتفع عدد ضحايا غرق مركب قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 86 بعد انتشال عدد من الجثث من شاطئ منطقة بصيرة والرمال الذهبية شمال المدينة صباح اليوم، فيما يتلقى 20 آخرون شخصا من الناجين العلاج في مشفى الباسل بالتوازي مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين آخرين. وفي وقت سابق صرح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بأن عدد ضحايا غرق المركب بلغ في حصيلة غير نهائية 79 شخصا، مؤكدا أن ما حصل فاجعة كبيرة. مراسل الإخبارية في طرطوس ذكر أن عمليات إنقاذ الناجين تمت بجهود مكثفة من القوات البحرية السورية والروسية الصديقة وبتعاون مع مديرية موانئ طرطوس وأهالي جزيرة أرواد. أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن تعاون متعدد الأطراف هو السبيل للتغلب على التحديات العالمية والضمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية التطلعات التنموية وتعزيز الشراكة الإنمائية. ونوه الوزير المقداد في كلمة خلال الاجتماع الوزاري 46 لمجموعة 77 والصين الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم المجموعة المستمر لسوريا، بما في ذلك تقديم مشروع القرار السنوي حول السيادة الدائمة للشعبين السوري والفلسطيني على مواردهم الطبيعية وموقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وكذلك موقفها الرافض للإجراءات القسرية أحادية الجانب. والتقى الوزير المقداد مع ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، حيث تطرق الحديث إلى الجهود الدولية في تعزيز روح الحوار والتفاهم وقيم التسامح والسلام بين الثقافات والحضارات ومواجهة خطاب الكراهية ومحاربة الإرهاب الذي تعاني منه دول العالم. انطلقت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك في المناطق المحررة في خيرسون وزاباروجيا عملية التصويت في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية. مصادر إعلامية ذكرت أن التصويت سيستمر 5 أيام حتى 27 من أيلول الجاري، ولأسباب أمنية سيجري التصويت خلال الأيام الأربعة الأولى من المنازل، حيث تقوم اللجان الانتخابية بحمل صناديق التصويت وتجوب بها الأحياء السكنية لجمع أصوات المواطنين كي لا تستهدف تجمعاتهم القوات الأوكرانية.
ختام الموجز، عودة إلى نيرمين ورشا لمتابعة صباحنا غير. شكرا يا بشرى، وبقية نهار حلو لإلك. أما نحن مكملين بباقي تقاريرنا وضيوفنا بصباحنا غير لليوم. صحيح رشا، ورح ننتقل للسلامية. حملة لتقصي مرض السرطان مستمرة في جميع المحافظات السورية للكشف عن المرض. رح نروح على السلامية مع محي الدين فهد لنتعرف أكثر على تفاصيل الحملة. حملة التقصي عن مرض السرطان مستمرة من خلال العيادات الخارجية في مشفى السلامية لاستقبال المراجعين وتقديم كافة الخدمات الطبية من تحاليل وتصوير شعاعي للاطمئنان على صحتهم. شايفين ميدانيا الناس كيف موجودة هلاق، الكادر الصحي اللي عم يشتغل الطبي اللي عم يوثق وعم ينزل البيانات جوا الأجهزة والغرف اللي بتم فيها أخذ البطاقات. الحمد لله الإقبال كويس كتير، في متابعة، في عنا سجلات بنتصل بالناس الهدف تبعنا ومنجيبهم، في تأمين مواصلات لأيدهم المناطق البعيدة منجيبها عن طريق باصات مفرزة من قبل المحافظة ومن مديرية صحة عمان. هذا أحد المراكز. إضافة إلى هذا المركز يوجد 4 عربات متنقلة من تشرب الريف، وهي السعن الشيخ علي كاسون والدنيبة وبر الشرقي. إقبال كبير من قبل المواطنين لهذه الحملة للكشف المبكر عن السرطان وإجراء الفحوصات اللازمة. بادرة كتير حلوة، كانت هي مجتمعية حلوة كتير، يعني من الهيئة الصحية اللي عنا، وأكيد هذه بتخفف عبء كبير عنا نحن كنساء أولا، وثانيا على أهل البيت، يعني أنه مثلا الوحدة بتخفف عن أهل بيتها أوجاع وآلام وكذا. بنصح الرجال أنه يجوا يعملوا هالتحليل، هذا شيء يعني واحد يطمن ولإجراء اطمئنان عن صحتنا طبعا. ولازم الواحد يضل يجي على المشفى ومشان التحاليل وهيك، مشان احسن ما يكبر المرض وما بقى فيه الواحد يشيله يكتشفه. بنصح كل الرجال يجي يعملوا الفحص، فحص روتيني كويس والامور ميسره وكويس كتير كتير. تواصل الحملة الوطنية للتقصي عن مرض السرطان عملها في مدينة السلامية عبر المشافي الوطنية وعياداتها المتنقلة. محي الدين فهد للإخبارية السورية، ريفي حما. اليوم معنا الضيفة والمربية كفا ثابت كنعان. هي بدأت بنسج حكايتها من ذكرى استشهاد ابنها لتسطر روايتها الأولى واللي كانت بعنوان المجد وكفا عام 2018، وتابعت اليوم كمان حكايتها بعام 2021 لتصدر كتابها يوم ليس كباقي الأيام. حنكون بتفاصيل أكثر عن هاي الأم وعن الأم السورية المعطاءة بأغلى شيء عندها. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا فيكم، الله يسلمكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح النور. حضرتك متطوعه وايضا كاتبه ومعلمه وام، خلينا نتعرف اكثر عن حضرتك. قبل البدايه اتوجه بالرحمه، كل الرحمه لارواح شهداء الوطن جميعا، والشفاء العاجل للجرحى، والسلامه لابنائنا المخطوفين، وتحيه للزنود السمر القابضه على الزناد وتحمي كل بقعه من ارض سوريا. كفى كنعان متزوجة ولدي 3 أولاد، ولد البكر بمجد الشهيد وميس وأحمد. أعمل حاصلة على إجازة في التربية الجامعية. خبرتينا مدرسة صار لك 30 عام. نعم 34. 34 ما في إجازات خلال أبدا، ولا يوم أخذنا ولا إجازة أو انقطعنا سوى عنه. إجازات الأمومة فقط ولا تمديد، يعني خلصت الأمومة بدأت العمل، لأني بقدس العمل طول عمري. عضو مشارك في اتحاد صحفيين العرب، ناشطة في العمل الاجتماعي الإنساني التطوعي والأعمال الثقافية والأدبية والاجتماعية على امتداد ساحة في اللاذقية. عضو تجمع سيدات سوريا الخير، وعضو فخري لجميع التجمعات في اللاذقية والمنتديات الأدبية والثقافية. اليوم عم نحكي عن عنوان كتاب بيحمل اسمك واسم ابنك الشهيد، بيحمل بين طياته حكايات ألم كتير كبيرة، حكايات عز كمان كتير كبيرة. خلينا نحكي عن هذا الكتاب وكيف بلشتي فيه. دائما احنا بنقول الإبداع بيولد من الألم بمعظم الحالات. المجد وكفى هو كتاب وطن صغير في قلب وطن كبير. صحيح. طبعا من بداية الحرب على سوريا ونحن نسينا أنه نحن أم لأطفال بقدر ما أنك تحمل الأم الأكبر اللي هي سوريا.
فبعد العمل والسعي لمدة أكثر من 7 سنوات فحبيت أنه هذا العمل اللي عم أعمله لازم يتوثق في كتاب سميته كتاب المجد وكفى. هذا الكتاب لن أكتبه فقط لأخلد مشاعري تجاه أغلى ما أملك في الكون فقط، وإنما لأخلد فكرة عظيمة هي فكرة الشهادة وعظمتها وقيمة التضحية في سبيل الوطن، وأيضا هي رسالة لأمهات الشهداء أن شهادة أبنائهن هي شرف لا يعلوه شرف، لأن هذه الشهادة هي الدعامة لبناء هذا الوطن، ولكي لا تنسى الأجيال على مر العصور من كان السبب في بقائنا في هذا الأمن والأمان. وأيضا هي تخليدا لذكراه العطرة وذكرى مجد الشهيد. عندما أقول ذكرى مجد الشهيد هي ذكرى كل شهيد، وعندما أقول أم الشهيد مجد أنا أقول بلسان كل أم شهيد، لأنها تحمل نفس الألم ونفس المشاعر ونفس الفخر. كل رحمة أكيد لروح كل شهداء سوريا. هذا الكتاب الأول لحضرتك، نعم. التجربة الأولى لحضرتك، خلينا نحكي أكثر اليوم الرسائل اللي حبيت توصليها، هي قصة نسجتيها، هي نثر، خلينا نحكي أكثر عن مضمون الكتاب الأول إليك. مضمون الكتاب يتضمن ولادة المجد من المهد إلى اللحد. رح تسمحي لي رح أعطي فكرة عن مجد الشهيد. الشهيد الشهداء كلهم تحسين إذا بتعطي صفة لشهيد بتكون على تنطبق على الجميع. مجد منذ ولادته هو إنسان غير عادي، مبتكر، خلاق للأفكار. يعني كان عمره 3 سنين وقت اللي هو أنه حس أنه هو بده يتعلم كتير، فهو التحق بدار الألسن للغات من 3 سنين حتى نهايته بين الجامعة. يجيد اللغة الإنجليزية كما نجيد نحن اللغة العربية. بمعهد إيجارد حصل على دورات الكمبيوتر بجميع مراحله، بيكتب قصص، بيكتب شعر، بالرياضه، جميع ما تحلم به الام ان يكون في ابنها هو كان متوفر فيه الشهيد. كثير من الامهات بيذكروا نفس بيقولوا انا ابني كان عنده شيء مميز عن غيره. بتحسي مبدع باتجاهات كثير. الأم بتحب كل أولادها، اليوم ما بتفرق الأم بين أي حدا طفل بالتاني، ولكن دائما بتخص حدا أنه في عنده جانب مميز يعني. تماما. تذكره بالأيام. خلينا نحكي عن مجد، نحن استعرضنا صورته الله يرحم روحه أكيد، كيف استشهد وحكي لنا تفاصيل أكثر. رح أحكي لك تفاصيل أكبر. مجد الشهيد طبعا هو خلص جامعته، وعلى أساس نحن متفقين أنه بس يخلص جامعة يلتحق ب جامعة خاصة بترجمة كونه يجيد اللغة الإنجليزية وبطلاقة. ففي اندلعت الحرب على سوريا، فهو تشوفي على طول متوتر، عيونه على التلفزيون في مواكب الشهداء نروح سوا، على طول متوتر. لا تم تبليغه أنه الالتحاق بالجيش، فهو بيتصل فيني بيقول لي أنه باركي لي. فأنا توقعت هيك شيء، قال لي أنا جاني تبليغ على الجيش. فأنا يعني كأي أم تحافظ على ابنها قلت له ماما اللي بيحافظ اللي بيحارب بالقلم بقلمه وبيحمي وطنه كأنه حارب بالسلاح، جبها إلى ناسا. فقال لا، هلأ سوريا ما هو وقت القلم، هلأ سوريا وقت البندقية. وابني من أوائل اللي استشهدوا في الحرب 2012 في كلية المشاة. وطبعا لا حطك بالصورة مجد، تحاصرت كلية المشاة ولا نستطيع الحصول على جثمانه. فأنا إيماني بعظمة الشهادة وقيمة الشهيد وقيمة ما قدمه مجد لن أتعلق فقط بأنه جثماني يجيني إلى مجد. فانطلقت أنا كملت المسيرة اللي رسمتها أنا وياه اللي كنت أشتغله أنا وياه. فأنا انطلقت على عملي بزيارة ذوي الشهداء والجرحى وخفف ألم عن الناس.
أكيد ذكرى مجد باقية بجهود أم عظيمة مثلك ودائما ذكرى الشهيدة عطرة وبتبقى لكل الأجيال. حكينا عن كتابك الأول. نعم هذا الكتاب الثاني 2018. نعم الكتاب الثاني هو يوم ليس كباقي الأيام، أصدرتي بال 2021 بعد مسيرة عمل وجهد وهي 7 سنوات لم نترك جبهة ولم نترك عائلة شهيد ولا إلا اللي نزورهم، وهذا جزء من رد الجميل لإلهم. فتيسرت الأمور وكنت أحد أعضاء مجلس المحافظة اللي رايحين على حلب، فكان طلبي أني زور رفات مشق وأتوجه لهم بالتحية من هون لتضافر الجهود جميعا لأنه يتيسر أمري بإني زور كلية المشاة وأتيمم بطهر التراب الذي ضم جثمان مجد ورفاقه. زرتي المكان؟ نعم. كيف كان الشعور والإحساس؟ الشعور والإحساس هو يوم كان ليس كباقي الأيام. يمكن هذا اليوم كان عند أمهات كثير، ليس كباقي الأحلام أنك أنت تزوري التراب اللي دعس عليه مجد ورفقاته، تزوري المكان اللي استشهد فيه مجد ورفع شارة النصر، تشوفي تسمعي من القاضي ومن زملاء مجد بطولة مجد. فهذه الرحلة القاسية والمؤلمة والمحزنة والمدعاة للفخر تستحق، أحسست أني لازم وثق في كتاب يوم ليس كباقي الأيام اللي هي بين إيدين حضرتك. وهاي المشكورة هنا أتوجه بالشكر لوزارة الثقافة التي متمثلة بالدكتورة لبانة مشوح اللي تبنت هذا العمل وتم تحويله إلى مؤسسة السينما للأستاذ مراد شاهين لكي يكون فيلم توثيقي بعنوان الأم السورية شمس لا تغيب. تم تصويره في حلب منذ شهر ونصف وهو الآن قيد المونتاج وسنحضر الافتتاح قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم ذكرتي تفاصيل كتير بحياة مجد، يعني هو من اسمه أخذ النصيب الأكبر بحياته مجد. يعني اليوم رحتي للعمل التطوعي في شيء، في هدف حملتي وفي إحساس دخلتي فيه على بيوت مكان الشهداء والجرحى، في رسالة. هاي الرسالة نابعة أكيد من الألم اللي أنت عشتي واللحظات، وخاصة أنت مثل ما ذكرتي أنه اليوم ما في جثمان، ما في نحن اليوم، ولو كان هو الشيء أنه خلينا نقول تقليدي أنك اليوم أنت تقدري تزوري أو تقدري مثلا تشوفي مثلا هو بأي مكان، ولكن حملتي هاي الرسالة. خلينا نحكي عن رسالتك، عن دخولك وقت بتشوفي جريح، وقت بتشوفي أم شهيد. طبعا في البداية كنت أحمل طموحات وأحلام لأبنائي. إيمت بلشتي؟ بعد استشهاده؟ في البداية كنت أنا ومجد من اندلاع الحرب على سوريا، كنت موجودة أنا ومجد في الميدان، عملوا هو ورفقاته لجان شعبية في الطرقات، كانت الحرب صعبة كتير في البداية. فكنا أنا ومجد في المسيرات الشعبية، كنا نزور ذوي الشهداء والجرحى والحواجز الساخنة ناخذ لهم، لأنه ما في حدا كان يقدر يوصل ما في أم تقدر توصل لأبناء إن كان من غير محافظة، فنحن كنا نزورهم. وهذا الحلم بعد استشهاد مجد أكملت الرسالة. يمكن زادت تماما. كيف أكملت الرسالة؟ بقيت على نفس المنوال إلى أن تشرفت بدعوة كريمة من السيدة الأولى سيدة الياسمين مع مجموعة من أمهات الشهداء، كي لن أقول لتواسينا بأبنائنا بل المدعاة للفخر. وهناك كان في استقبالنا سيدات سوريا الخير واللواتي يحملن من الخير ما يكفي. تناقشنا فيما تتضمنه عمل المجموعة، فالمجموعة يتضمن عملها هو زيارة ذوي الشهداء والجرحى والمهجرين وما نستطيع تقديمه من الأمور المادية والمعنوية. ف
تشرفت بالانضمام إلى هذه المجموعة، لأن ما كان ما تقوم به المجموعة هي ما كنت أقوم به بمفردي. فالعمل مع الجماعة مثمر، ويد الله مع الجماعة. فالأعمال اللي بالأعمال التطوعية هي طبعا أنا بكتب بالصحافي أن نحن لنا زاوية خاصة في جريدة الوحدة الرسمية تحت عنوان سواعد الضياء لمدة 8 سنوات، نوثق في هذا العدد بطولة جريح. طبعا بعمره ما رضينا نكرم جريح نجيبه لعنا أو إلا زيارته في وتكريم بأنك أنت زرتيه في الريف، مهما كانت الضيعة بعيدة نحن نروح نشوف متطلباته شو عنده ونسجل هذه البطولات، وأيضا زيارة ذوي الشهداء. وصار همي الوحيد أنه شوف الناس معي عم تمسح دمعة المحزونين، وناس كتير من اللي بيملكوا الإنسانية يخففوا الألم عن ذوي الشهداء وعن الجرحى، لأن هذا كله هو جزء من رد الجميل، رد الوفا بالوفا اليوم. أكيد تماما. أكيد التحية اليوم لكل السيدات السوريات المعطاءات وين ما كانوا، يلي مثل حضرتك يمكن عم يكفوا رسالة ابنهم زوجهم أخهم. معروف عن المرأة السورية أنه إرادتها من حديد وأكثر من هيك، ودائما مستمرة برحلة عطاء. استوقفني عنوان بكتابك يوم ليس كباقي الأيام، كلمات في الحب، عم تقدمي فيه رسائل بالحب. خلينا هيك ممكن نسمع هنا في فصول، في فصل كلمات في الحب هنا مجد اللي كتب. اختاري شيء انت نسمع هيك بلامس روحك، حابين نسمع شيء منك. اليوم شو وضع باقي الشباب عندك؟ عندي بنتي مخلصه ادب فرنسي وايضا في مجال الاعلام، متزوجه وعندها بنتين، واحمد خريج جامعه وايضا العمل، وهن معي كمان بالعمل التطوعي اللي بقوم فيه على طول. شو درك لهم مجد من ذكريات؟ مجد شو درك لهم من تفاصيل؟ يعني درك من الذكريات لو بقيت العمر كله احكي عنها ما بخلص. حتى بتحسي انه بتخلق تفاصيل، ذكريات بتكون غايبه بترجعي بذاكرتك لهدول التفاصيل بحياته، يعني كان مجد او غيره من الشهداء. يعني كل ام بتقلك انا بالسنه الفلانيه بتكون نسياني هي الذكرى، بترجع لذاكرتها. مجد كان عنده صفحة على الفيسبوك إنه قال لي ما بتفتحوه لحتى يجي، ف يعني عم يكتب، يعني إنه وقت راح كان عمره 19 سنة، ف إنه بتحسي إنه رجل عظيم أكبر من عمره بكتير. يعني بسماته وكأن مجد خلق ليكون شهيد، أتى ليقدم رسالة ويذهب من حيث أتى بالارتقاء إلى السماء. فعلا كان ملاك. يعني إذا بقول لك أنا بعمري ما سمعت مجد عم يعصب، بعمري ما شفته متأخر على واجب، حتى كان أنه مثلا الشباب بهالأيام كتير بيحبوا أنه هو، لا مثلا أنه في شهداء، أنه أنا كان صاحب مسؤولية وأخلاق جدا. إضافة لأنه هو منه محتاج لكن يحب يعتمد على نفسه أيضا في العمل. كمان كاتب هو ويجيد التمثيل. يعني متميز ابدا، متميز بكل ما تحمله الكلمه المعنى. الكلمات هي بدك تقريها هلا مجد كتبها؟ هلا في فصل كامل لمجد شو كتب. انا بقري لكم هلا، بس هي انا اخترتها انه من وجود انا حضوره الطاغي روحا وجسدا متواجد. فهي هل حضورك في وجودك أقوى أم حضورك في غيابك؟ أيهما الأقوى؟ كلما أشرقت ذكراك في خاطري راودني سؤال أجهل إجابته، هل حضورك أقوى أثرا في وجودك أم في غيابك؟ أعود بذاكرتي لأيام كنا معا فينبض قلبي وتغمرني مشاعر أقوى مني، فهي عالقة بالذاكرة، وأتذكر وجهك الحسن المضيء وكأن الشمس قد أمدته بنورها حيثما وجد. أتذكر إحساسي إذ تلتقي عيناك بعيني وكأن جمال الكون اختصرته
في نظرة. يكون المكان خاويا، تقترب أنت فيزدحم المكان وكأن العالم كله قد اقترب، وفي عز الازدحام تغيب أنت فتغيب الدنيا، ولا حضور لأحد في غيابك، في حضورك لا حاجة لوجود أحد، لكنك قررت أيها العزيز الغالي أن تغيب عني وأطلت في غيابك، تركتك مكانا حاضرا في قلبي، فوجودك قائم بين الدم والشرايين، حاضر في روحي يلازمني مثلها، فكيف لي أن أجيب عن سؤالي؟ لكنني أظنه أنه في غيابك أكثر. بارك الله، فأنت في جنان الخلد تنعم، وأنت حاضر أبد الدهر في فكري وبشتاني. قد ايه هدول الكلمات والكتابات فرغت عندك شحنات كتير كبيرة من الحزن؟ يمكن وقت اللي نحن بنمسك أي حدا فينا اليوم ورقة وقلم، ممكن هيك نخفف، ما رح نلغي نحن اليوم هذا الوجع بقلوبنا، بس منخفف شوي، منوصل رسالتنا. أحيانا منقول أنه أنا ما بدي حدا يسمعني، بدي ألمي. والحزن مع النفس أحسن للأم، لأنه أنت ما نك بقى مسؤولي عن نفسك، عندك عائلة، عندك أبناء، عندك مجتمع. أنت صارت رسالتك أكبر بكتير، أنت بدك تخففي ألم على المحزونين، فأنت بدك تروحي مزودة بطاقة إيجابية. فالحزن على مجد باقي مع ذاتي. فعن مجد أيضا هو له كلمات، أيضا هو له فصل كامل عن كلمات في الحب في من مذكرات الشهيد البطل مجد. كان عنده هواية بالكتابة. بالكتابة عنده كثير. خلينا نقرأ ولو هيك بشكل سريع، ولو هلأ الكلمات حتضل عايشة يعني رغم الرحيل. هلأ ما تفاصيل وذكريات. بالختام نوجه هيك رسالة لكل سيدة سورية، لكل حدا اليوم. هو هاي إلى أمي في يوم ميلادي. هو كتبها في ميلاد عيد ميلاد الأم. فكتب هو: تنتظر الأم مولودها الأول بكل لهفة واشتياق، أما جنينك يا أمي فقد كان يبادلك الانتظار، والآن وبعدما مرت السنون وغدا شابا فقد بات يتساءل، هو يسأل نفسه: تراها أي نوع من البشر هي أمي؟ وكيف تحمل بداخلها كل هذا الحب والحنان؟ آه ما أجمل العالم لو كان بدفئها وحنانها وسلامها. وكما تشكرين الله الذي وهبك الأمومة وهي أجمل شيء في الحياة، كذلك أنا أشكره سبحانه وتعالى، لأن الدم الذي يجري في عروقي هو دمك، والروح التي تسكن جسدي هي بعض من روحك، وسيبقى قلبي ينبض في قلبك وسيشعر بأحاسيسك مثلما تشعرين، سيشعر بك حين تغضبين وحين تفرحين، وسيبقى فخورا بك. هلا هو فخور فيكي وفخور بكل شيء عم تقدميه، وفخور باستمراريتك برسالتك لليوم. اليوم رب العالمين اخذ وعطانا الصبر بكل الاشخاص اللي فقدناهم، يعني كان في رساله الهيه وكان في صبر الهي على الامهات، يعني وخاصه امهات الشهداء. بدنا نقول لك الله يرحم روحه لمجد وارواح جميع الشهداء اليوم. بنتمنى لك الصحة والصبر والعافية، ونشوفك دائما هيك بعناوين جديدة. اليوم هي الذكرى لازم تكون ذكرى فرح، ذكرى فخر بحياتك. بالنسبة لمجد. أي كلمة اليوم بدنا نكتبها على مجد مفروض تكون اليوم كتفاصيل فرح واعتزاز بالشيء اللي قدمه. بصدق من يموت يرحل على طول، قل إنه أنا خسرت أخي فقدت. أما مجد، أما الشهيد أبداً. ذكراه باقية دائماً اليوم بوجود أم عظيمة اليوم. نعم. مثلك. نعم. بذكرى اليوم أو بوجود إخواته اللي أكيد بدهم يكفوا المسيرة. اليوم نحن سعيدين جداً بوجودك معنا، ومن خلالك أكيد بدنا نوجه تحية لكل سيدة سورية معطاءة مقاومة اليوم صبرت على كل ظروفها. نورتي صباحنا لليوم. صباح. شكرا لك وسلاماتنا لكل أهلينا بلادي. الأم والمربية كفى ثابت كنعان. شكرا لحضرتك. وهذا الفيلم التوثيقي حنكون موجودين. حنكون موجودين، وهو هو تذكرة فخر ناطرين دعوة.
ان شاء الله. شكرا لحضورك. شكرا لحضوركم. شكرا لك. اما هلا خلونا ننتقل لمحطه جديده من محطات صباحنا غير، والى صاله الفيحاء حيث اقيم حفل تكريم للفائزين من ذوي الاعاقه الذهنيه. تفاصيل اوفى مع لجين سليمان. أقيم حفل تكريم لذوي الإعاقة الذهنية في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق لتفوقهم في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث بلغ عدد المكرمين ما يقارب 10 متفوقين، وذلك بحضور شخصيات رسمية وأعلامية بالإضافة إلى ذويهم. نحن جايين اليوم لهون على نادي الفيحاء على مسابح مشان نكرم أبنائنا المتفوقين أصحاب الإعاقة ذوي الإعاقة اللي تفوقوا بصف التاسع وبصف البكالوريا. بدنا نتشكر الأهالي كلهم على عنايتهم بالطلاب اللي قدروا يتفوقوا ويعملوا لنا نحن موجودين هون. نحن واجبنا أن نجمع بالمجتمع مشان يكونوا فاعلين وهن المستقبل سوريا عمليا. يعني نحن هن هذول بدهم يشاركوا الشباب اللي ما في شيء بمستقبل سوريا مشان نقدر نبني سوريا، نقدر ننتصر على الإرهاب اللي عم يحاربنا من أكثر من 10 سنين، نقدر ننتصر على الحصار الاقتصادي اللي عم يصلوا أكثر من سنتين موجود على الشعب السوري. هلا هو عمل الاولمبياد الخاص هو دائما وابدا اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصه متابعه النشاطات تبعيتهم. اليوم مؤسسه الاولمبياد الخاص عم تحتفل مع اهالي الاولاد اللي بيقدروا تخرجوا من المرحله الاعداديه والثانويه، وهذا عمل جبار. اليوم كانت هي الفعاليه عباره عن تكريم للاشخاص ذوي الاعاقه الذهنيه في مؤسسه الاولمبياد الخاص السوري والحاصلين على الشهاده الاعداديه والشهاده الثانويه ليثبتوا للجميع ولذويهم انهم قادرون في التحصيل العلمي ان يكون لهم بصمه جميله تزين مسيره حياتهم. هم ليسوا ابطال رياضيين فحسب وانما هم طلاب على المقاعد الدراسه اثبتوا وجودهم كطلاب. نجحوا بالشهاده التاسع، ولا ان شاء الله رح نرد نشتغل معهم بالبكالوريا، بس يعني وين كانوا وين صاروا الحمد لله يعني تحسن كثير الوضع. هؤلاء المتميزون لم يكن العجز الذهني أو الجسدي عائقا في طريقهم للتفوق، بل كان دافعا ليخطوا مستقبلهم ويثبتوا أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يشرق بقدراتهم. أما مكملين نحن ضمن تقاريرنا وحنروح لجامعة دمشق، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة دمشق وبين هيئة التميز والإبداع في سبيل تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. الاتفاقية تتعلق بإنشاء وحدة دعم النشر العلمي البحثي الخارجي. طبعا النشر العلمي له أهمية كتير كبيرة في مجال رفع تصنيف الجامعات وفي مجال إيجاد موطئ قدم واضح ومميز لجامعة دمشق في مجال البحث العلمي العالمي. طبعا نحن نتشكر هيئة التميز والإبداع على كل الجهد اللي عم تبذله وكل المساعدة اللي عم تكون مع جامعة دمشق. هذا الأمر بيساهم برفع تصنيف جامعة دمشق وبيعزز مقدرات ومكانة طلابنا المميزين، طلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية الأولى وكافة الباحثين الموجودين في الكليات المعنية، بما يساهم في دعم العملية البحثية والأكاديمية. طلاب هيئة التميز والإبداع بنظام التعليمي يلي هن بياخدوه ضمن المركز الوطني للمتميزين يقوم على أسس البحث العلمي والمنهجية العلمية، فحبينا نعمل هذا المشروع المشترك مع الجامعة كونه هي حاضنة أساسية لطلاب البرامج الأكاديمية باختصاصات نوعية، لحتى تكون هي الرابط ما بين طلابنا وطلاب الجامعة بما يخص النشر الخارجي ودعم آليات النشر الخارجي ضمن الجامعة. لذلك هو حقيقة هي الاتفاقية تتويج لعلاقة قديمة مع جامعة دمشق. الحقيقة الأفراد الموجودين كطلاب
هن مميزين وكفاءات كبيرة جدا. فالاتفاق اللي عم بيصير هو إتاحة الفرصة أمام الطلاب والطالبات المتميزين أنه يرتقوا بدراساتهم وبحوثهم العلمية، وهذا بينصب في النتيجة لصالح الوطن كافة وليس جامعة دمشق فقط. ووصلنا لمساحتنا الأخيرة من صباحنا غير، وحتكون مع عالم التغذية. كثير من الأشخاص بيحاولوا يخفضوا وزنهم وبيعانوا من الوزن الزائد رغم أنه رشا بيمارسوا الرياضة وأكلهم نوعا ما منتظم، عشان هيك بنلاقيهم كثير دارج لموضوع تكميم المعدة. هلا أكيد هذا الموضوع له سلبيات وإيجابيات، واليوم المفروض المريض مثل ما بنقول هيك بالعامية عد للعشرة قبل ما يروح لهذا الإجراء، لأنه أكيد له مضاعفات وشفنا حالات من الواقع. صحيح. شو ممكن يصير. وايضا اليوم الطبيب مفروض يقدم النصيحه المهمه مثل ما بتقولي الذهبيه لمرضى بهذا الاجراء ان كان صح او غلط. صحيح. شفنا للامانه بالمحيط في تجارب حلوه كانت وتجارب رجعوا مثل ما كانوا، يمكن في ناس رجعوا اكثر من الوزن يلي كانوا موجودين فيه. رح نحكي اكثر عن هذا، عن عمليات تكميم المعده، شو الايجابيات شو السلبيات، مين الاشخاص يلي ما لازم ابدا يقدموا على هي الخطوه. اكيد هي التفاصيل رح نحكيها مع الدكتوره دعاء الخطيب، وهي ماجستير في علوم الصحيه واختصاصيه التغذيه. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. حلو الطاقة هيك والخضار يسعد صباحكم الهايبر أكتيف. أهلا وسهلا دكتورة. سعد صباحك. اليوم عم نحكي عن إجراء طبي وتجميلي بنفس الوقت، وصرنا نشوف اليوم المرضى يعني صارت موضة، وصرنا نشوف صيحة بعالم الجمال هو تكميم أو قص المعدة. اليوم نحن بدنا نميز هل هن نفس الشيء تكميم المعدة وقص المعدة أو في اختلاف؟ هلا سواء عملية التكميم أو عملية القص هن وجهين لعملة واحدة، هن كأسلوب وتكنيك نفس الأسلوب، بس بتختلف التسمية حسب الإجراء اللي بده يتخذه الطبيب. سواء تكميم دائما هلا هي دارجة، وخاصة هون عندنا بالبلد إنه بعض الأشخاص اللي هن ما عندهم جلادة بإنه هن يتبعوا أنظمة غذائية أو يمارسوا رياضة، فبيجوا لعندك بيقولوا لك أنا بدي حل سريع لحتى أنا أخسر وزني، فهن دائما بيروحوا على شيء اسمه تكميم واللي هو نفسه قص المعدة. شو هي التكميم؟ يعني خلينا بسط أكثر بالمعلومة. هلا التكميم هو إنه إحنا عم نشيل من 70% ل 80% من حجم المعدة الأساسي. قص. فإحنا بضل حجم المعدة عنا عبارة عن شكل بيشبه الأنبوب، بوصل بين المري وبين الأمعاء الدقيقة. فبصير إحنا عنا هذا الحجم الصغير من المعدة قلت فيه كمية الأكل اللي بدنا نتناولها. السبب لأنه الشخص كان يقعد يأكل كميات كبيرة بسبب حجم المعدة اللي كان قبل موجود، وإجا شخص بعمل جراحي الداخل ليشلك من 70% ل 80% من حجم المعدة ليصفي حجم المعدة كتير صغير. لما قل عنا حجم المعدة بالتالي بده يقل عنا كمية الطعام المتناولة، بس قلت كمية الأكل بالتالي بدنا نفقد الوزن عن طريق قلة السعرات اللي صارت تفوت لجسمنا. والتكنيك الثاني اللي بيشتغل عليه او مبدا التكميم، احنا عندنا دائما من 70 ل 90% من الهرمون اللي هو هرمون الجوع بنفرز من المعده، فاحنا عندنا قل حجم المعده فقل عندنا شعورنا بالجوع، وبهذا الشيء بتكون كميه الاكل اللي احنا عم نتناولها كمان قليله، وبالتالي بده يكون في عندنا خساره بالوزن. هلا اليوم نحن باول معلومه التكميم والقص هن نفس الواحد. طيب ننتقل للمعلومة الثانية، شو أيمت نحن بنلجأ لتكميم المعدة؟ يعني شو هو الوزن المسموح فيه الزائد عنا وعلى أثره نحن بنروح لموضوع تكميم المعدة؟ هلا كثير من الاشخاص بيجوا لعندك قلت لك بالمقدمه انه هن ما عندهم جلاده لحتى يتبعوا انظمه غذائيه، فانا دائما الطبيب اللي هو بده يلجا للتكميم لازم ينصح هذا الشخص اللي هو بده يلجا للعمليه. اول شغله بده يكون احنا عندنا في شيء اسمه BMI هو مؤشر كتله الجسم، هذا الرقم بنقسم فيه الوزن على مربع طولنا بيطلع عنا رقم، اذا كان هذا الرقم 40 او يساوي فهذا الشخص بيعاني من بدانه مفرطه. فهدول الاشخاص بعد ما اتبعوا انظمه غذائيه ومارسوا رياضه وما قدروا يوصلوا للوزن اللي بدهم اياه فممكن يعملوا عملية التكميم.
بالإضافة كمان للأشخاص اللي مؤشر كتلة جسمهم من 30 ل 35 بس عندهم أمراض سبب هاي الأمراض هي البدانة، كالسكر، ارتفاع الضغط، أمراض القلب وغيرها من الأمراض المرتبطة بالبدانة كانقطاع النفس بوقت النوم، فكمان هدول ممكن يعملوا عملية تكميم. كمان في عندنا كثير من الأطفال أو المراهقين عندهم بدانة مرضية تبعوا أنظمة ورياضة وما قدروا يوصلوا لوزن معين، ممكن كمان يعملوا تكميم. معناتها اليوم نحن ما في عمر، كونه تذكرتي اطفال، نحن ممكن اليوم نعرض الطفل لعمليه تكميم مثلا؟ هلا الاعمار للبالغين من 18 لل 65 سنه وممكن فوق ال 65 سنه انه هو يلجا للعمل الجراحي بحيث قادر هذا الشخص انه هو يتعرض للعمل الجراحي وهي الحاله بحددها الطبيب. اما بالنسبه للاطفال من عمر ال 13 لل 18 ممكن انه احنا يعملوا عمليه التكميم. وبدي اذكر شغله انه هن لو عملوا عمليه التكميم موضوع النمو سواء الطول والوزن ما بتأثر بهاي العملية، بصير في بضل في تطور بالنمو. تمام. عم نحكي اليوم عن عمل جراحي، هو يعني رغم كل بساطة الكلمة عم نقول تكميم وأسمدة ولكن في محظورات ومخاطر كتير. خلينا نحكي بداية عن المضاعفات اللي ممكن تصير بعد العمل الجراحي، واليوم ممكن تزيد عند إناث ويعني تقل عند الذكور والعكس صحيح؟ هلأ ذكرتي ببداية الحديث أنه هو عمل جراحي، فنحن دائما لما بنقول عمل جراحي فإحنا في عنا تكملة للموضوع. صحيح. أنا ما همي أني أنا أخسر وزني بشكل سريع وبعدين أنا عاني من الإجراءات اللي هي بعد العمل الجراحي. فهلأ المضاعفات بتتشابه بين الذكور والإناث اللي ممكن يعانوا من نزوف شديدة، ممكن يعانوا من بعض الإصابات بالتنفس، مشاكل بالرئة، ممكن يعانوا كمان من تسربات من حواف المعدة المقطوعة، ممكن يعانوا كمان من مشاكل أثناء التخدير اللي بدون يلجأوا لها أو يتعرضوا لها. أما في بعض المضاعفات بتخص النساء أو بتصيب النساء أكثر من الرجال، مثل عنا تساقط الشعر بسبب فقدان عدد كبير من المغذيات، ترهل الجلد بسبب خسارة الوزن اللي عم بتكون كتير كبيرة، ففيما بعد رح يصير في عنا ترهل بالجلد وبعدين رح يتعرضوا لشيء اسمه شد جلد وشيء اسمه ليزر ليروحوا ندوب الجرح إذا كانت العملية عن طريق شق بطن عادي. أما بالنسبة غير اضطرابات النفسية اللي بتصيبهم بسبب كمية الأكل اللي صارت قليلة بمعدل لقمة أو لقمتين وجبتهم بدها تصير، هي عند النساء المضاعفات. وعند الرجال طبعا نحن بنعرف أنه فجأة كمية الأكل اللي بتناولوها الرجال وسعراتهم الحرارية بتكون أكثر من النساء، ففجأة تقل كمية الأكل، فهن بيعانوا من شيء اسمه اضطرابات نفسية بموضوع كمية الأكل القليلة أكثر من النساء، ما بيقدروا يتحملوا هذا الموضوع، بالإضافة للمشكلة الإنتانية اللي ممكن تصير بسبب القسطرة. طيب خلينا كونه عم نحكي بأساتنا بموضوع المضاعفات، بنلاقي بعض الأشخاص اللي ما عندهم هذا الوزن اللي كتير كبير اللي هنن من 6 ل 10 كيلو بيروحوا لعند الدكتور، الدكتور بيرفض يسوي لهم العملية، شو السبب؟ يعني شو وين الخطورة بتكون إنه أجسامهم ما بتستحمل العمل الجراحي ولا بيخافوا كتير من موضوع نزول الوزن ليصير أكثر من حده الطبيعي؟ هلا دائما انه انت لما بدك تقدمي على اي عمل جراحي في شيء اسمه شروط، هي الشروط يا بتناسبك يا ما بتناسبك، والطبيب اللي هو عم بيشتغل بضمير نصيحه لازم انه ينصحها للمريض اللي جاي يعمله فيزيت بعيادته، اذا انت كان وضعك ما بتنطبق عليك شروط عمليه التكميم فنصيحه انه هو يمشي بموضوع نظام غذائي، يحسن موضوع اكله، يحاول ياكل الاكل الصحي بالاضافه لاي نشاط بفوته ضمن برنامجه اليومي، وهيك بيكون خسر الوزن بدون ما يتعرض لعمل جراحي ومشاكل فيما بعد رح ترافقه مدى الحياة. هلأ اليوم أكيد 6 كيلو وما أنا مستاهل اليوم المريض يعرض حاله لعمل جراحي يعني. يعني في أشخاص رشا بفكروا يزيدوا وزنهم يعني يقول استصعبوا أنا نزيد بالمناسبة أنه بنرجع لموضوع أنه ضميريا، فإحنا أنا بالصدفة قابلت بنت أنه هي جاي تعمل تحاليل بدها تعمل عملية تكميم، فأنا قلت لها أنه هي تحاليل عملية، قالت لي إيه أنا بدي أعمل عملية تكميم. أنت عندها زيادة وزن كم؟ الصبية عمرها 26 سنة وزنها 112. هي بتقلك أني أنا ما جربت أعمل دايت، بس أنا فكرة الدايت بحد ذاتها بتعمل لي توتر نفسي، فكرة أني أنا أضبط شو أكلي، أضبط هي عنده أولاد صغار، أني أنا أشوف أولادي عم يأكلوا الفاست فود، وجبات الهمبرجر، الشاور، أنا ما بقدر أتحمل هيك. فأنا قلت لها نصيحة بوجه الله قبل ما تقدمي على العملية حاولي تعطي لحالك فرصة، لأنه هي غير التكلفة المادية وغير التكلفة النفسية اللي بده يدفعها الإنسان مدى الحياة. صحيح. انك تجربي بنظام دايت. بلشت معها انا لمده 5 شهور، طبعا هلا هي وزنها 75 كيلو بدون اي ترهل، بدون اي مشاكل نفسيه، بدون اي اضطراب بموضوع المزاج، بموضوع الحاله اللي هي عانت منها. بتقلي يا منيح اللي سمعت نصيحتك اللي انا
مشيت بنظام وعطيت حالي فرصة ممكن لو ما نزلت الوزن اللي أنا بدي إياه رحت على موضوع التكليف. قديش نزليتهم؟ بخمس شهور تقريبا 37 كيلو بالضبط بخمس شهور. وأول شهرين كان عندها ظرف ما قدرت إنه هي تلعب رياضة، فبعد الشهرين كثفنا موضوع رياضة وتخفيف أكل. بس المشكلة الدافع النفسي إنه هي اشتغلت هون موضوع التكميم، بيشتغلوا على موضوع شيء اسمه أسمعدة، بس هون ما اشتغلوا إنه هن غيروا لك من عاداتك، غيروا لك من سلوكياتك، غيروا لك من طريقة حياتك. فأنا بالنسبة لي حكيت لها كلمتين أقنعتها فيهم إنه هي تغير من نمط حياتها ليكون نمط حياتها صح، وبعدين ما لقت نتيجة تلجأ لشيء اسمه تكميم. هي خيبة الأمل بتكون بعد هذا النزول ترجع تكسب الوزن مرة تانية إذا ما حافظت على النظام اللي أنت بلشتي معه. هلأ هو بعد ما إحنا نزلنا الوزن بدنا نلحق شيء اسمه تثبيت الوزن، وهي في شيء اسمه تثبيت دكتورة طبعاً. يعني اليوم حتى الأطباء اختلفوا بهي النقطة. هلا هو ما في شيء اسمه انه انت تمسكي الوزن اللي هو 75 وتثبتيه عليه، اكيد لا، بس هو احنا بنحافظ على عاداتنا اللي مشينا فيها وقت النظام الغذائي. طبعا. ممكن انه انت تمشي يومين تفكي دايت، بس اهم شيء انه يكون نظام حياتك صحي، ما ترجعي لنظام حياتك والاكلات السريعه اللي كانت قبل الدايت. طيب خلينا نختم مع حضرتك بنصائح اخيره اليوم ممكن نحكيها بموضوع تكميم المعده لكل الاشخاص. تفضلي. مو كل الاشخاص ممكن انه تناسبهم عمليه التكميم، لهيك دائما نصيحتي لاي شخص حابب بيغير من حياته وعانى من شيء اسمه تنمر بسبب البدانة وبسبب الموضوع اللي مسبب له إزعاج داخلي، إنه هو يعطي حاله فرصة يغير من طريقة تفكيره قبل ما يقدم على شيء اسمه عمل جراحي. بس نغير من طريقة تفكيرنا بيصير كل شيء سهل. أكيد معلومات كتير حلوة، ومثل ما قلتي أنت دائما الإرادة وإنه نشتغل من العقل، إنه التصميم نحط الهدف قدامنا أكيد حنصل، ولكن في حالات استثنائية اليوم عم تضطر لتروح لموضوع التكميم. الصحة والسلامة دكتورة، وشكرا كتير لوجودك وحضورك لليوم. شكرا كتير لك دكتورة، وأكيد الصحة والسلامة لكل الناس. شكرا كتير لكم، يعطيكم العافية. أما نحن وصلنا لنهاية صباحنا غير لليوم، إن شاء الله كانت فقراتنا على ذوقكم وقدرنا نقدم لكم المعلومة اللي بتهمكم بحياتكم اليومية. بقيت نهار حلو لكم ولكل الأشخاص يلي بتحبوهم. لقونا بكرة 9:30 صباحا من وقتها، من هلأ لوقتها كونوا بخير، باي باي. بقيت نهار ظريف لك رشا ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. يا رب بقيت هذا النهار تحملكم كل تفاصيل الخير وراحة البال والرزق الكتير، والسوريين وين ما كانوا يكونوا بألف ألف خير. باي باي باي.